السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. مجلس البجا يعلن التصعيد الشامل والمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، والعدل والمساواة تهدد بموقف حاسم حال أصدر الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير. وزارة الداخلية تقول إن شحنة الأسلحة ليست مخالفة للقانون ودخلت بشكل رسمي، ونيابة لجنة التمكين تتهم الشرطة بتجاوز القانون في إجراءات شحنة السلاح. رئيس يوناتامس يقول إن نجاح وقف إطلاق النار الدائم يرتبط بتنفيذ الترتيبات الأمنية، والجبهة الثورية تؤكد أن التأخر في تنفيذ الترتيبات الأمنية أدى لظهور التفلتات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة التصعيد الثوري السلمي الشامل من أجل حل الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة مدنية من كفاءات وطنية غير حزبية. وطالب المجلس في بيان مساء أمس بحسب موقع الطابية الإخباري أن تكون الحكومة الجديدة ذات مهام محددة، كما طالب بتشكيل مجلس عسكري من 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان. وأوضح البيان أن المجلس سيستمر في التصعيد حتى تلبية مطالبه، مشيرا إلى أن الحكومة بتكوينها الحالي لن تحل الأزمة وستقود إلى تفتيت البلاد. قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل إنه في حال أصدرت قوى الحرية والتغيير الإعلان السياسي إذانا بوحدة الثورية وحزب الأمة وبعض أحزابها سيكون للحركة موقف سياسي حاسم تجاهه ما لم تتراجع عنه. وكشف صندل في تغريدة له عن اجتماع التأم بين الحركة وأحزاب قوى الحرية والتغيير بغية الإصلاح الشامل للمجلس المركزي للحرية والتغيير من حيث مشاركة القوى السياسية والعدالة في التمثيل. وأضاف أن الحركة أبدت في كل الاجتماعات تحفظات جدية حول آلية اتخاذ القرار في الهيكل المقترح، إلا أن مجموعة قوى الحرية والتغيير مصرة على إصدار الإعلان السياسي يوم الأربعاء القادم. قالت وزارة الداخلية إن شحنة الأسلحة التي وصلت على متن الخطوط الجوية الإثيوبية ليست بها مخالفة قانونية ودخلت بموجب تصديق رسمي، وأنه يجري تخليصها لتسليمها إلى صاحبها. وأثارت لجنة التمكين جدلا بإعلانها عن ضبط شحنة أسلحة على متن الخطوط الإثيوبية، وشككت في أنها تتبع للأمن الشعبي ويترافق إدخالها مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق واسعة في الخرطوم. واتضح لاحقا أن الشحنة تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. من ناحيتها عدت نيابة لجنة التمكين حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها تجاوزا لسلطات النيابة وقانون الإجراءات. وقال رئيس نيابة لجنة التمكين الأمثل عبد الفتاح إنه لا يمكن للشرطة مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها باعتبارها جهة منفذة للقانون فقط. وأضاف أن الجمارك ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص لشحنة الأسلحة حتى تكمل النيابة تحرياتها وتصدر قرارا قانونيا حولها. وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة لصحيفة السوداني إن السلطات الحكومية ألغت مؤتمرا صحفيا لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في الخرطوم كان مقررا قيامه اليوم الثلاثاء. ويأتي إلغاء المؤتمر المخصص للحديث حول شحنة الأسلحة التي تم ضبطها أمس الأول بمطار الخرطوم عقب تصاعد الجدل بين وزارة الداخلية ونيابة لجنة التمكين حول قانونية الشحنة. دعا تحالف قوى الثورة الحية بولاية الجزيرة للتصعيد الثوري الشامل
حتى إقالة والي الجزيرة والأجهزة التنفيذية بالولاية. وأعلن التحالف في بيان بحسب صحيفة الجريدة عن وقفات احتجاجية يومي الخميس والأحد المقبلين أمام أمانة حكومة ولاية الجزيرة حتى تحقيق المطالب كاملة. وكشف البيان عن التزام القوى تنفيذ اعتصام كامل أمام أمانة حكومة الولاية بعد انتهاء المخاطبات والوقفة الاحتجاجية. كشف القيادي بالجبهة الثورية إسماعيل محمد عن بدء الترتيبات الأمنية عبر 3 بروتوكولات هي المنطقتين ومسار دارفور والجبهة الثالثة تمازج جلهاك. وقال إسماعيل في تصريح له إن مالك عقار شرع في الترتيبات عبر بروتوكول المنطقتين بجانب الجبهة الثالثة تمازج جلهاك التي بدأت خطوة عملية أيضا بإدخال حوالي 500 شخص للمعسكرات إضافة للمرور بالولايات. وأضاف بأن مسار دارفور لديه بروتوكول خاص أيضا، وأشار إلى أن السبب الرئيسي في تأخر الترتيبات يتمثل في النواحي المالية، مقرا بأن التأخير في تنفيذ الملف أدى لظهور بعض التفلتات والظواهر السالبة من بعض القوات، والآن يجري وضع حد لها. وصفت الجبهة الثالثة تمازج ما يثار عن أن الحركة صنيعة الاستخبارات العسكرية بالشائعة. وأكد التمازج في بيان لها بحسب صحيفة الصيحة قدرتها على التصدي لأي شائعة تستهدفها بالأدلة والبراهين الواقعية. وشنت الحركة هجوما على من أسمتهم أعداء السلام والمتربصين بالثورة، محذرة من مغبة استهداف الحركة. أكد رئيس جبهة الشمال الفتية هيثم سيد أحمد الأمين أن المجلس لن يتوقف في حدود المطالبة بالحكم الذاتي للإقليم الشمالي، وإنما سيضغط بشتى السبل من أجل تحقيق ذلك. وأضاف الأمين بحسب موقع الطابية الإخباري: إذا لم تتم الاستجابة لنا في نيل الحكم الذاتي سنطالب بفصل دارفور والمنطقتين. وشدد على أحقية الشمال بحكم إقليمه والتمتع بموارده. وقال: نحن في المجلس لا نؤيد مصطلح الانفصال الذي ينادي به أهل الشمال، بل نؤكد بأننا الأصل وأصحاب الأرض الأصليين، ومن معنا من تحالفات من الوسط والشرق والخرطوم. قال رئيس بعثة يوناتام سفوركر بيرتس إن لجنة وقف إطلاق النار الدائم لا يمكن أن تكون بديلا عن القوات المتوخاة في الخطة الوطنية لحماية المدنيين. وأوضح فوركر في كلمة له أمام اجتماع التشاوري الفني لتفعيل وقف إطلاق النار بالخرطوم أن لجنة وقف إطلاق النار الدائم ستحتاج إلى التنسيق مع قوات حفظ الأمن المشتركة، وكذلك مع لجان أمن الدولة للمساعدة في تعزيز الأمن والسلام. وأضاف: علينا أن نكون واضحين أيضا أن نجاح لجنة وقف إطلاق النار الدائم مرتبط بالترتيب الأمنية الأخرى التي تنص عليها اتفاقية جوبا للسلام، لأنها لا تستطيع وحدها إحلال السلام والأمن في دارفور. أقرت وزارة الداخلية السودانية خطة أمنية لمواجهة حالات الانفلات المتزايدة في العديد من أحياء العاصمة الخرطوم. وعقدت رئاسة الشرطة الاثنين اجتماعا استثنائيا لهيئة القيادة بحضور وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة ونائبه لمناقشة الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد، حيث استعرضت الخطة الأمنية لتطهير العاصمة من كل أوجه الانفلات الأمني. وأفاد تصريح عن المكتب الصحفي للشرطة أن الوضع يتطلب تضافر جميع الأجهزة الأمنية لتنفيذ الخطة التي وضعتها شرطة الولاية. قال مصدر مطلع لصحيفة السوداني إن قرارا صادرا من القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قضى بإحالة أكثر من 30 ضابطا من القوات المسلحة للمعاش، معظمهم من رتبة العقيد. وأوضح المصدر لصحيفة السوداني أن الإحالات التي تمت محدودة وروتينية تحدث كل عام. وكشف عن أن بعض المحالين للمعاش قد تقدموا استقالات من الجيش في أوقات سابقة.
علم الصحيفة السودانية أن وزارة الخارجية رشحت رسميا السفير عمر صديق لمنصب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية خلفا للسفير كمال حسن. وفي وقت سابق طلبت الخرطوم من الجامعة إنهاء تكليف كمال حسن علي باعتباره أحد قيادات حكومة النظام السابق، إلا أن لوائح الجامعة العربية تقتضي أن يكمل مدته، وبحسب أعراف الجامعة فإنه يحق لشاغل المنصب إكمال دورتين. هذا وقد عمل السفير عمر صديق في عدد من المحطات الخارجية آخرها مندوب السودان بالأمم المتحدة. أعلن حزب الأمة القومي عن عرض نتائج التحقيقات حول أسباب وفاة رئيس الحزب الصادق المهدي التي حدثت وفاته في 26 نوفمبر من العام الماضي أثناء رحلة استشفائية من فيروس كورونا بدولة الإمارات. وقال الحزب في مؤتمر صحفي عقد بدار حزب الأمة أن إصابة الصادق المهدي لم تكن متعمدة، بل جاءت بسبب عدم تقييد الراحل بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية، وتم نقله لمستشفى علياء التخصصي الذي نال فيه العناية القصوى قبل أن ينتقل لدولة الإمارات. تم تكليف لجنة تقصي الحدائق بقرار من السيد الأمين العام لحزب الأمة القومي بتاريخ 14/4/2021. باشرت اللجنة مهامها في الفترة من 22 أبريل وحتى 25 أغسطس 2021. استمعت اللجنة إلى 11 شاهد وشاهدة، واطلعت على 5 مستندات، وبعد المداولة ومناقشة أقوال الشهود والاطلاع على المستندات توصلت اللجنة إلى أن إصابة الحبيب الإمام عليه الرضوان لم تكن متعمدة، والثابت أنها قضاء وقدر، ومردود ذلك إلى طبيعة شخصية الإمام الذي كان كل وقته متاحاً لأحبابه وأصدقائه والناشطين والعلماء على كل المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وبذلك كسر كل البروتوكولات التأمينية والمحاذير الصحية، مما جعل إصابته بالمرض ممكنا دون أن يثبت أنه من جهة بعينها. والجدير بالذكر أن الإمام عليه الرضوان بعد إصابته بالكورونا اقتضت ظروف تطور المرض وتدهور الحالة الصحية نقله إلى مستشفى علياء التخصصي. تلقى الحبيب العناية القصوى من قبل الفريق المعين لمتابعة حالته. أدى انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثانية إلى تأجيل جلسة محاكمة 11 من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات العامة يواجهون اتهامات بقتل محجوب التاج خلال احتجاجات العام 2019. وأرجع قاضي محكمة أراضي الدم زهير بابكر عبد الرازق الجلسة بسبب قطع التيار الكهربائي للمرة الثانية التي تعتمد على أرض سيدي هاد فيديو. وقالت المحكمة إنها سوف توفر مولد كهربائيا للجلسة القادمة في حال قطع التيار. نفس المشكلة ما زالت غايمة. الكهرباء المرة دي كهرباء عامة قطع عام، يعني حاولنا برضو لكن ما نجحنا. نحاول نعمل احتياط إن شاء الله الجلسة القادمة. اتهام حاول نوفر المولد إن شاء الله. لا احنا ملزم المؤسسه النيابه العامه كدوله هي التوقيع ان شاء الله، ما في خيار. الجلسه الاثنين القادم ان شاء الله.
أعلن وزير الطاقة والنفط جادين علي ضلوع جهات لم يسمها في قفل الطريق المؤدي لحقول النفط، مما أدى إلى إعاقة خطة الوزارة لزيادة إنتاج النفط بنسبة 10,000 برميل خلال 6 أشهر. وأبان جادين في تصريحات لصحيفة الانتباه أن تلك الجهات قامت بحجز العربات ومنعت الحركة، ما أدى إلى صعوبة الوصول إلى تلك المناطق ومدها بالمواد الغذائية وقطع الغيار. وأكد أن الاحتجاجات في منطقة كيلا أدت إلى تعطيل العمل، الأمر الذي أثر على إمداد الحقول جميعها. أحبطت القوات السودانية التشادية المشتركة عبور العشرات إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة، وقررت إعادتهم إلى بلدانهم. وقال قائد القوات المشتركة من الجانب السوداني سعد الهادي البلولة إن القوات المشتركة أفشلت تسلل 30 شخصا، بينهم 22 سودانيا و5 إثيوبيين و3 من جنوب السودان، كانوا في طريقهم إلى ليبيا عبر منطقة أم جرس التشادية الحدودية مع السودان. وأشار البلولة بحسب وكالة سونا إلى إطلاق سراحهم بعد مساع واتصالات القوات المشتركة مع الجهات التشادية والأجهزة النظامية بالحدود، دعما لإنفاذ تفويض القوات في مجال محاربة الاتجار بالبشر. أعلنت البصات السفرية توقف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اليوم الثلاثاء بسبب القطوعات على الطريق القومي بسبب السيول. أعلنت لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر أن السلطات المصرية لم تفي بإعادة ممتلكات تقدر ب8 ملايين دولار رغم صدور قرارات بذلك. وقال رئيس لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر سليمان أحمد لموقع السودان تربيون إن لجنة المعدنين لديها قوائم بممتلكاتهم المحتجزة في مصر وتشمل 150 سيارة و200 جهاز كشف معادن و30 جهاز هاتف ثريا و20 بوصلة إلكترونية لتحديد المواقع. وكانت السلطات المصرية أفرجت في أغسطس من عام 2015 أن عشرات المعدنين السودانيين كانت قد احتجزتهم ل5 أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود لكن دون أن تفرج عن ممتلكاتهم. نفت وزارة التربية والتعليم ما أثير من إعادة البنك الدولي لكتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي ومطالبته بتعديل المحتوى، وقالت إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. وقال مدير مشروع تعليمي الأساس بالوزارة هاشم حمزة الحسن إن محتوى الكتاب هو من صميم مهام الوزارة متمثلا في المركز القومي للمناهج، وهو السلطة الوحيدة المخول لها ممارسة الاختصاصات المتعلقة بإعادة وتنقيح الكتب المدرسية. وأكد أن مشروع دعم تعليم الأساس التابع لوزارة التربية والتعليم الممول من الشراكة الدولية للتعليم بإشراف البنك الدولي الهدف منه تحسين بيئة التعليم ومنها توفير الكتاب المدرسي. حذر أطباء من المخاطر الصحية التي تحيط بالمواطنين جراء السيول والفيضانات التي ضربت معظم أنحاء البلاد. وقال مدير الطوارئ ومكافحة الوبائيات بالولاية نادر الطيب بحسب صحيفة الحراك إنه خلال العام الماضي ظهرت حالات شلل وإصابات بالملاريا تجاوزت العتبة الوبائية، فيما أكد الطبيب مجدي محمد انتشار السحائي بصورة مخيفة في محلية أم درمان، مشيرا إلى انتشار الملاريا والكوليرا، متوقعا انتشار الكبد الوبائي بعد دخول إثيوبيين إلى الولاية. وبحسب مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة أحمد المصطفى فإن أكثر الوفيات التي تحدث بالجزيرة ناتجة عن الإصابة بالملاريا، كاشفا عن تسجيل 800 حالة إصابة بالكبد الوبائي. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس البيجا يعلن التصعيد الشامل والمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، والعدل والمساواة تهدد بموقف حاسم حال أصدر الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير.
وزارة الداخلية تقول إن شحنة الأسلحة ليست مخالفة للقانون ودخلت بشكل رسمي، ونيابة لجنة التمكين تتهم الشرطة بتجاوز القانون في إجراءات شحنة السلاح. رئيس يوناتامس يقول إن نجاح وقف إطلاق النار الدائم يرتبط بتنفيذ الترتيبات الأمنية، والجبهة الثورية تؤكد أن التأخر في تنفيذ الترتيبات الأمنية أدى لظهور التفلتات. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.